في ظروف قاسيه جدا زي ما احنا شايفين التلج بدا ينزل في مصر والتغيرات المناخيه اللي بتحصل مع المطر او مع التلج اللي بدا ينزل في الغردقه واسكندريه. ده ريسبونس احنا بنحاول نسبق الاحداث عشان كلاب الشارع وحيوانات وقطط الشارع وحيوانات الشارع عامه هيبقوا مهددين جدا بتغيرات الطقس لان محتاجين يبقى في عزل حراره حتى لو 10 ل 15 درجه هيفرق معاهم جدا. يعني فكنت دايما بفكر ازاي ممكن استغل الكاوتش اللي هي حاجه الناس بترميها وهي خامه ليها خصائص كتير مميزه منها عزل الحراره في ان انا اقدر اوفر موبايل شيلتر او شيلتر من 4 ل 5 قطط يقدر يبقى في يعني مع الوقت موجود في كل شارع من حاجه احنا بنرميها وخامه تقدر يعني نحافظ على حياه كائن بحاجه احنا بجد مش محتاجينها. كده بالتصميم ده هنقدر نقول ان احنا وفرنا مسكن امن معزول حراريا لخمس قطط في حجم مش كبير ان انت تحطه قدام بيتك او في او كده. وده البروتوتايب الاقل يعني تعقيدا، لسه ممكن نضيف اوبشنز تانية مع تطوير ان ازاي تقدر انت تحط لهم اكل ويتوزع على الخلايا او الرومز دي بتساوي عشان ما يتخانقوش مع بعض. وده كله هيبقى بيزد اون الفيدباك اللي احنا هناخده من القطط نفسها ومن الناس اللي في الشارع ومن الناس اللي هيساعدونا بان هم يكيب اليونتس دي عندهم في البابليك سبيس الخاص بيهم، يعني مساحه شخصيه بس نفس الوقت في الشارع.